بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المؤتمر العالمي السنوي للدراسات الإسلامية التي أقامتها وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا. والموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر هو الإسلام والعالم المتغير، ويعني المرتكز من هذه الموضوعات هي عن تجديد الفقه أو عن إعادة النظر في الفقه الإسلامي تجاه المستحدثات والمستجدات من الأمور. وهذه الموضوعات مهم جدا، لأننا الآن دخلنا في العصر أو عصر العولمة، هو عصر 4.0، وهذا العصر يحدث مستجدات كثيرة جدا في جميع مجالات الحياة. ولذلك فإن الفقه الإسلامي لابد أن يتكيف مع هذه المتغيرات، ولابد الفقه الإسلامي يستطيع أن يستجيب على هذه المستجدات من الأمور، وخاصة فيما يتعلق بجميع مجالات الحياة، سواء الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، والحياة الأسرية حتى. ولذلك فنحن لابد أن نتكلم ونتباحث ونتناقش جميع العلماء والحكماء وأصحاب الآراء السديدة والرشيدة لننظر إلى الفقه الإسلامي وكيف يستطيع هذا الفقه أن يتكيف مع هذه المتغيرات في العالم بأسره. بالنسبة لجائحة كورونا أو جائحة 19، طبعا حدثت أشياء جديدة في العالم، وحدثت مصطلحات جديدة التي لا نعرفها من قبل، مثل طبيعة الحياة الجديدة، ومثل التباعد الاجتماعي، ومثل أيضا التباعد الاجتماعي والحجر الصحي. فهذه الأشياء لابد أن يأخذ الإسلام في الاعتبار، ولابد أن يستجيب على هذه المستجدات، وبخاصة فيما يتعلق بالشريعة، بما يتعلق بالعبادات، بما يتعلق بالمعاملات. مع جائحة كورونا هناك بعض الضروريات، يعني مثلا في العبادات كيف يتعامل أو كيف يقيم المجتمع العبادات الصحيحة في هذه الجائحة، في هذا عصر الجائحة. فلابد أن نتناقش، فلابد أن نأخذ الرأي الصحيح والرؤية المستنير لمقابلة أو استقبال هذه المستجدات في جائحة كورونا. الأستاذ الدكتور قط مصطفى سانو، يعني المنصب الآن هو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، موقعه في جدة، وهو عالم جليل تخصص في الفقه الإسلامي وفي الدراسات الإسلامية، وأخذ العلوم من المنبع الأصيل في المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك سافر إلى ماليزيا وتخرج في كلية العلوم الإسلامية في جامعة الإسلامية العالمية، وأخذت الماجستير والدكتوراه في تلك الجامعة، ثم أخذ منصبا كبيرا في بلده، يعني كوزير في ذلك الوقت، وبعد ذلك الآن أصبح أمينا عاما للمجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة. وهذا المجمع تابع من منظمة دول التعاون الإسلامي. فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور قد مصطفى سانو سوف يتكلم عن فقه الأسرة. طبعا الأسرة الآن تواجه المشكلات الكثيرة، وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا،
وفيما يتعلق بمستحدثات الأمور في الأسرة. والفقه الإسلامي لابد أن يعيد نظره إلى الفقه المتداول الآن، وخاصة في الكتب القديمة وكتب التراث. يعني هل هناك الموضوعات التي ما زالت متفقة مع ما يحدث في العالم الآن، وخاصة في مجال الأسرة، أو هناك لابد من إعادة النظر في هذه الأحكام الشرعية المتخصصة في الأسرة؟ ولذلك فمن المهم جدا يعني هذا الموضوع أن نتناقش فيها. وفضيلته طبعا فارس في هذا الموضوع، وهو فارس أيضا في الفقه الإسلامي بصفة عامة، وبصفته أمينا عام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة. يعني نحن نأمل من هذا المؤتمر أن يخرج بنجاح وبقرارات التي تساعد بصفة خاصة السلطة والسلطة الحاكمة مثلا في أي دول في العالم، وخاصة في إندونيسيا، في مواجهة كورونا، وفي مواجهة المستحدثات من الأمور، وفي مواجهة التغيرات التي حدثت في العالم وبخاصة في إندونيسيا. وفي النهاية نحن نرجو منكم جميعا أن تنضموا إلينا وتستمروا في مواصلة الاستماع إلى المحاضرات التي سيلقيها علماؤنا الأجلاء والحكماء والمعلمون في هذه المؤتمر، وفي هذا المؤتمر العالمي الدولي. وتفضلوا باستمرار المتابعة في موقعنا هذا.